بصوا يا ستات، احنا رجالتنا اخرهم يعملوا مقالب، غير كده ما تصدقيش رجالتنا زي الالف، بس انتوا خلوا عندكم ثقه فينا شويه. تعال نشوف الزبون بتاع النهارده اللي فكر انه يعمل مقلب في مراته حصل له ايه. مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام زي ما انتم متعودين بيبقى معانا اتنين كابلز قدام بعض، بنعرف التوافق بين كل كابل، الثقه، مدى الحب قد ايه، هل في كذب ولا لا، وبنلعب العاب كتير مع بعض. عشان ما اطولش عليكم اعرفكم بضيوفي، معايا فاتن واسلام، ازيكم عاملين ايه؟ ومعايا روز ودكتور احمد دياب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. فاتن قولي لي، انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ بقالنا سنه. سنه، اوكي، يعني لسه عايزين جداد. يعني طبعا اول سنه دي بيبقى فيها مشاكل، يعني شويه وشويه. اوكي، انتوا متجوزين عن حب؟ اه. قعدتوا قد ايه تعرفوا بعض؟ احنا كنا نعرف بعض بقالنا مثلا بتاع 4 شهور ولا حاجه. اوكي تمام. طيب بتثقي في اسلام بنسبه كام في الميه؟ 95%. واو، شايفه في راجل يستحق 95% ثقه؟ هو بصي، هو عامه مش كل الرجاله وحشه ومش كلها حلوه، بس هو الحب شويه بيتغاضى عن ان انت تديله جزئيه كبيره كده في الثقه. يعني الحب روز متجوزه عن حب؟ يعني شور. انا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ 4 سنين. 4 سنين. عرفتوا بعض قد ايه قبل الجواز؟ بصي، هو كان حد نصحني اني اروح لدكتور تجميل عشان انا بحب، يعني الحته دي عندي بتضايقني. اوكي. فقالوا لي في حاجات زي فيلر بتفتت الدهون وكده، فحبيت ان انا اروح عند الدكتور اشوف. فقالوا لي، وصفوا لي دكتور احمد، حد من اصدقائي يعني في النادي، فروحت. قال لي انت مش محتاجه تجميل، ثبتني. اوكي، اتجوزت. واو. طيب بتثقي فيه بنسبه كام في الميه؟ ده دكتور تجميل واكيد بقى بيروح له، يعني ما هو شاف ناس كتير، كتير. وممكن يكون بيثبتهم برضو على فكره، ممكن برضو، بس ما اتجوزهمش. سو خلاص انا كده تمام، يعني واثقه فيه برضو بنسبه كبيره، يعني حتى لو في اي حاجه كان اتجوز. حلو قوي. اوكي اعزائي المشاهدين، يعني تعرفنا على ضيوفنا بشكل مبدئي، خلينا نروح لفاصل ونرجع بسرعه مع فقره مسابقه الاسئله السريعه. استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقره مسابقه الاسئله السريعه. هقول كام سؤال واللي فيكم هيرد اسرع هو اللي هتتحسب له بوينت، واكتر فريق هيجاوب عدد اجابات صحيحه هو اللي هيكسب. اوكي. بما اننا طبعا 3 سيدات، فانا هسمي الفريقين بتوعكم باسمائكم، فريق فاتن وفريق روز. انا بحب فاتن حمامه قوي. اول سؤال معانا، كم الاخطبوط عنده كم قلب؟ 3. بوينت. ما هي مدينه الضباب؟ فرنسا او لندن. لندن. بوينت. يا ولد، درجه حراره الشمس قد ايه؟ 16 مليون. غلط، 15 مليون درجه مئويه. اكبر محيط في العالم؟ الاطلنطي. الهادي. بوينت. من هو وزير فرعون؟ حمام. بوينت. النملة عندها كام رجل؟ تذكر لوحدك بقى، مش حاجة خالص كده. النملة عندها كام رجل؟ 4. ستة طبعا. بوينت. اوكي، عشان دكتور بقى وكده. حاجة مدينة خضراء وجواها انهار حمراء وجنود سوداء وبتتقطع. ووتر ميلون. بطيخة دي؟ بطيخة. أنا قلت الأول. هي قالت الأول ووتر ميلون. هي فين؟ على فكرة احنا قلناها مع بعض. أوكي. ماشي. بس هي قالت الأول. خلاص، هي حرام أصلاً ما جابوش بوينت خالص. اديها بوينت دي. أوكي. نديها بوينت بس كده. معانا فريق روز هو اللي كسب الفقرة دي. هنروح لفاصل وهنرجع لكم تاني بقى مع، يعني هنبدأ نسخن بقى كده مع فقرة الرجالة ما يعرفوش يجذبوا، الفقرة اللي أنا بحبها جدا، وهنشوف الرجالة اللي معانا النهاردة بيجذبوا ولا لأ. استنونا. أنا واثق من نفسي. وانتي واثقه فيه؟
انتوا هتتحطوا على جهاز كشف كدب؟ الثقه 50%. انتوا هتتحطوا على جهاز كشف كدب ده نجاح. ده بجد. يلا بقى بص يعني الصراحه يعني كلها تطلع دلوقتي. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. هنشوف الرجاله اللي معانا هتعرف تكذب على دكتور مؤمن بشار ولا لا. هنبدا بدكتور احمد. استاذنك تتفضل عند دكتور مؤمن. أوكي. هيسالك كام سؤال ولما تخلص اسلام هتدخل وراه على طول. ده جهاز كشف الكذب. بنسال الضيف كام سؤال. لو نور اخضر يبقى الضيف ده جاوب صح، لو نور احمر يبقى الضيف جاوب غلط. جاهز؟ جاهز. بتحب مراتك؟ اه طبعا بحبها جدا. هي اول حب في حياتك؟ اه. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. ايه الموقف اللي انت بتشوفه لما مراتك بتاخد قرارات؟ بتبقى شايفها دماغها صغيره ولا دماغها كبيره؟ لا دماغها كبيره. بتشوف الراجل الخاين عامل ازاي؟ شيء سيء. شكرا انا خلصت. كويس ترجع مكانك. جرين النهارده. شكرا. جرين كولر كويس. مش حلو عليك. اسلام اتفضل. يلا جاهز؟ تمام اتفضل. صغري نفسك. طيب ظهرك. بقول اتجوزني. اقعد براحتك عشان اظبط الدنيا انترفيو. ولكن كان ممكن تصبح حضرتك. بتحب مراتك؟ جدا. هي اول حب في حياتك؟ اكيد. حلو. بتشوف الراجل الخاين بيعمل حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا حاجه وحشه اكيد طبعا. متجوز عليها؟ لا طبعا. لو انت هتسافر لبعيد شويه في شغل وكده فتره يعني شويه حلوين، حضرتك تحب تاخدها معاك ولا تبقى لوحدك؟ لا اخدها معايا طبعا، ما تسيبنيش. بتشوفها بتحبك؟ حاجه باينه جدا. بتشكل حياتك. انا خلصت. تقدر ترجع مكانك والنتيجة هتظهر. شكرا. اوبس اوبس. الحلقة دي فعلا تبقى ترند لوحدها اصلا. ريد فلاجز كله عمل ريد فلاجز. في ثلاث انا الجرين كولر جاب معايا نتيجة. في ثلاث نقط لو خدي الموبايل العبي فيه. عايزة الموبايل؟ طيب شكرا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل واحمد واسلام عملوا الاختبار. دلوقتي مستنيين نتيجه الاختبار تطلع على الشاشه نشوف مين اللي هيكسب، فريق روز ولا فريق فاتن. طلعوا لنا النتيجه بعد اذنكم. احنا طبعا تيم 2. اكيد. اوكي هارد لوك فاتن. فريق روز هو اللي كسب الجوله دي. ثانك يو بيبي. بس لسه في جوله ثالثه. تمام. لو كسبتوا فيها هيتم التعادل بينكم وهيبقى في جوله بعديها. بس الجوله دي هتبقى مع الفريق الخسران وهتبقى مع اسلام. اسلام ايه اكتر حاجه بتخاف منها؟ الخيانه. اوكي. وانت جاهز طلع ان انت بتكون فاتن. هتجوز 50,000 غيرك. طيب الفقره دي اسمها بتخاف ولا ما بتهددش؟ تخاف ان انت تدينا تليفونك نقلب فيه بشكل عشوائي ونشوف هيطلع لنا ايه؟ لا طبعا. انت مش عامل اي حاجه غلط؟ لا. اوكي استاذنكم يا جماعه حد من الكرو يجي ياخد يجي ياخد موبايل اسلام. انت عامل باسورد؟ عارفه الباسورد بتاعته يا فاتن؟ اكيد. مش مديهالك طبعا. لا انا غيرته؟ لا لا هو. بصي احنا هنقلب بشكل عشوائي هنشوف الصور. ممكن ندخل على الواتساب على الماسنجر يعني اي حاجه هنشوف. انت فعلا عارفه اهل اسلام كويس، اصحابه كويس. الصوره مثلا دي ممكن اسالك كانت فين، كانت امتى، فده هيبين انه فعلا في بينكم برضو نوع كبير من الحب والثقه وساعتها هتتعادلوا. تمام. طلعوا لنا كده يا جماعه. بتشتغل الموبايل بتاع احمد عشوائي بالمره؟ لا احنا بنعمل ده مع التيم الخسران بس. يا ريتنا كنا خسرنا.
كنت اتفرج عشان كان يبقى يومك اسود. بس مش هما اللي الاسئله بتاعتهم كانت الاول المفروض ان هما بقى عشان احنا واحد. كسبنا وانتوا خسرتوا فدي مرحله للخسرانين. لا احنا يعني كسبانين. هو احنا هي تيم 1 وتيم 2 تمام. احنا بنبدا. انتوا ايه اللي بنبدا؟ محمود. مين ده فاتن؟ انت من غير شنب. محمود صاحبه. فيري جود بوينت. اللي بعد اصلا مين ده؟ محمد صاحبه برضو. فيري جود بوينت تانية. يلا حلو قوي ماشيين حلو برافو فاتن. اللي بعده ده مين؟ ده نبيل. ده صاحبه برضو. هيثم. بس انت عارفاه. تمام كده معانا كده معانا 3 بوينتس. حلوه قوي ماشيين حلو. اللي بعده دي ايدي. ايدي ليلى. ايدي ازاي ايه اللي ازاي لا ازاي دي تطلع كده مين دي اصلا يعني ايه ده ايه ده هو ايه اللي انت لابسه ده انت متعرفيهاش؟ لا 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 مين دي براحه بس انتوا كده بتهزروا يا جماعه. مين دي قفلوا الكاميرات دلوقتي انت هتهزر رد عليا مين دي هما بيقولوا لي في فاتن بيقولوا لي في الكنترول روم ان الصوره دي من على الواتساب مش من على الجاليري. واتساب ايه ده لابس بيجامه ايه ده في محادثه مين دي؟ لا طب انا معلش يا جماعه انا معلش ممكن نوقف تصوير؟ لا مش هينفع الكلام ده يا جماعه وقفوا براحتكم انا عايزه اعرف مين دي. طب بعدين في محادثه مفيش حاجه مين دي؟ لا تعالى يعني ايه مش هينفع وانت اصلا قاعد في بيت وبيجامه وايه ده مين دي؟ نخرجوا فين يا جماعه احنا في برنامج يا جماعه على الهوا بعد اذنكم. هوا ايه بس يا جماعه ده خراب بيوم. ثواني بس ثواني ده هزار ده على فكره. بصي لا مش هزار ما هي بالبيجامه وصورتك. طلعي من صوره ثانيه. طلعي من فين جماعه؟ لا دي كده فضول. ايه ده صوره ثانيه كمان يعني مش واحده. ازاي الكلام ده يطلع؟ وبيجامه ثانيه برضو. انت في ايه مين دي؟ لا ما اعرفهاش. الكلام تليفون ايه وانت معاك رقمها كمان؟ لا ايوه الرقم موجود على بقول لك في كونفرزيشن في محادثه على الواتساب. ازاي ما تعرفوش؟ ما اكيد يعرفها. لا انا مش دي مش من العيله ومش من اخواته ومش قرايبنا ومش اي حد خالص. دي ما اعرفهاش اصلا. دي اول مره مش متسجل. هو متسجل رقم وفي كام صور وفي تبقى اكيد مراته وفي بقى مرات انت كمان. طب انت بقى مين يعني بنت خالته؟ مرات ايه؟ ثواني يا روز بس في فويس نوتس. ازاي ما تعرفوش؟ اكيد تعرفوا. في فويس نوتس. تحبي نسمع الفويس نوتس؟ لا ما ينفعش. طب سمعونا يا جماعه الفويس نوتس. لا نسمع دلوقتي. انت ما تعصبيش نفسك. بتنكر الصور بتقول ان هي متركبه كمان الصوت هيتركب؟ انت مقرش في الصور؟ لا والله انت فكرتي دي كلها بتقرش لا انا لا يعني مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع مش هينفع فضايح اللي طالعه اللي بيوريهاني اللي انت مخبيها اللي ما كلمتنيش عنها اصلا؟ هم بيقولوا لي ان هو مقرش في كل الكلام ده. انت مقرش؟ مقرش مقرش بتعرفش في الحاجه صح؟ يلا يا جماعه سمعونا الفويس نوتس. يعني ايه مش انت؟ امال ده جه منين؟ طب خلاص نسمع الفويس نوتس. دي صورتك ببيجامه ايه؟ التسجيلات نسمع ببيجامه ايه؟ جبتها امتى دي؟ ودي مين دي اصلا؟ هنسمع الرسائل الصوتيه يا فاتن. الرسائل الصوتيه مش هينفع الكلام ده. هو مش هينفع فهمني دلوقتي. رد عليا رد عليا. مش لما نروح انا عايزه افهم دلوقتي. مفيش مروح اصلا. مش هروح. مش هينفع. كلم. مش هروح. كل ده ما تعرفهاش. ما لو تعرفها مراتك. مراتك مرات ايه؟ مرات ايه؟ مرات ايه؟ طلعني مرات ايه؟ وحدوا الله. مرات ايه دي؟ جوزها لسه. وحدوا الله مش وقت. مفيش حاجه اسمها ايه؟ متجوز عليها. اوعى. استني بس خلي الموضوع ده. مرات ايه اللي انت بتتكلم عنها دي؟ ممكن نخلي الموضوع ده في البيت. انت جوزها لسه. الموضوع ده صعب 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 كده. ايش؟ 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 بعدين ايه ده بس كده؟ ايه ده شايفهم؟ اه اهدي بس اهدي بس نفهم يا فاتن. ينفع كده يا فاتن؟ تعالي يا حبيبي تعالي يا حبيبي بس اقعدي اهدي بس اقعدي هنفهم بس اهدي اقعدي اقعدي بس نفهم اهدي. على فكره انا كنت عارف من جهاز الكذب يعني المفروض حضرتك كنت عارفه من حضرتك اصلا المفروض حاجه زي كده ما تطلعش. خلاص يا عاطف الجهاز بيكتب والصور معموله متركبه. لا الجهاز ما بيكذبش عندنا. الجهاز كان بيكتب اهو يا جدع. اه منك للاسف اللي زيك من فضلك بقى اسكتي شويه بقى مش ناقصاكي اصلا. كل ده ما تعرفهاش. امال لو تعرفها هتعمل ايه؟ انت ايه جت؟ ما اعرفش في الصور ده. ما اعرفش في المكالمه كلها. مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اصلا. مش هروح انا. انا مش هروح. طب انا مش هروح. وادي استنضف على الاقل يعني استنضف. مالها دي؟ مالها دي؟
مالها دي؟ خلاص روح لها يا حبيبي طلقني، لما هي مالها دي روح لها وطلقني. طب اهدي بس. لا مش ههدى. طلقها. خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ ايه اللي طلقها انت كمان؟ خلاص باتش ما بس على فكره هو لو كان جابها لك اختلافنا عادي. مفيش حاجه اسمها عادي، ما تستفزنيش. يا مالها مش عاجبك؟ بقول لك لو هو ايه اللي مش عاجبني فيها لما هي عاجبك تتجوزني ليه؟ اخس عليك. ايه اللي مش عاجبك فيها عشان اغيرها؟ اللي غيرها طلقني انا وغيرني انا وروح لها هي. لا اله الا الله ما تعصبنيش. اما رسول الله استغفر الله العظيم. الله اكبر. ما ارشف الصور يا عاطف. عاطف؟ ما ارشفكم صح؟ ايه هو الارشفه عامله فيه ده؟ انت بتضحك انت مبسوط؟ يعني ايه ما الناس هم اللي وروني فضايحك الناس؟ يعني لو ما كنتش جيت الجيران وما كنتش عرفت كل ده؟ ما كنتش عرفت ليه بس؟ من فضلك مش ناقصه اصل ناس خالص يعني تسكتي. انا اسفه. هو حضرتك بتضحكي على ايه؟ دي فضيحه؟ انا مش فاهمه انت ايه مبسوطه بالموضوع يعني؟ بصراحه؟ باللي انت قاعده انا لابسه لنا ده مبسوطه بالموضوع؟ لا شفتيه؟ ايه القرف ده؟ رد عليا دلوقتي. مين دي؟ مالها دي؟ هو ايه اللي مالها دي؟ ما تعصبنيش. لما نروح طب مفيش حاجه اسمها لما مفيش مروحه اكتر. انا مش هروح. ليه؟ مش هروح. هو قال لي ليه؟ روحها هي معاك البيت بقى وقاعده معاك في البيت. خلاص ماشي تعالي. عايش تعالي يعني. بكره لا طلعني مفيش حاجه اسمها تعالي بكره. اتفقنا عايش. انت مستفز. خلاص طب اهدي مالك. انت بارد قوي بصراحه. قوي. يعني بارد وخاين وكذاب. ومقعش في الصور. معروفه دي عندنا. وقعدتش وجهي. بيسخنوا فيا؟ يعني هما بيقولوا حاجه كدب مش حقيقه صح؟ طب انت ايه مش عاجبك فيها؟ ترددت. يا عم مش هي عاجبك. لا مش عاجبني. هي شبهك خاصه. طلعني انا مش عايزاها. طلعني اغيرها بس. طلعني بقولك طلعني. تغيرها ايه؟ طلعني. توترت خالص. الموضوع صعب بجد. توترت خالص كده. هنمشي عشان كده الموضوع صعب. مفيش مروح. مروح انت لسه متخيل ان انا هروح اصلا؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايزاك تطلقني خلاص. مش عايز اعرف مين دي. مش هي عاجباك وان انت متجوزها؟ طلعني معانا في حياتك ليه؟ طب خلاص مفيش حاجه. هو ايه اللي مفيش حاجة؟ لا مفيش حاجة. طب فاتن فاتن ما تخربيش بيتي. يعني ايه ما اخربش بيتي؟ بيقول لي مش عاجبك فيها ايه؟ واه كويسة. طب خلاص هو لما هو عايزها وبيحبها انا معاه ليه؟ انا ليه؟ يمضي شيك على بياض كده. انا مش عايزاه اصلا. تكتبي الرقم اللي انت عايزاه وبعد كده يمشي عادي. ايه ده؟ خاين وكذاب وفضحت إيه مراتك. بتفضح مراتك على الهوا. ايه المنظر ده؟ في ايه مال؟ ايه في ايه مالي؟ مفيش. انا كويسه. واثق قوي من نفسك. انا كويسه. خدوا الموبايل. انا كويسه. ايوه انا ما عملتش حاجه غلط. طب انا ما عملتش حاجه غلط. طب انت متجوزني ليه؟ هي مرتك دي ما عندهاش كرامه. بقالنا سنه. امال لو بقالنا 3 4 سنين كنت عملت ايه؟ مش مشكله. يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ اه عشان محلل لك 4. نعم محللك 4. اتجوز الاربعه بعيد عني وطلقني. انا مش عايزاه. مش هطلق. مفيش حاجه اسمها مش هطلق. ليه؟ هو قال لي ليه؟ مش هطلق. هو قال لي ليه؟ هو قال لي ليه؟ انت بارد قوي. انت بارد قوي وبجح قوي بصراحه. وقلبت لي الحلقه. انا عمري يا جماعه ما كانت الحلقه عندي بتمشي بالمنظر ده. انا بعتذر لكل الساده المشاهدين بجد. انا ممكن تعتذر عن الحلقه بعد اذنك. انا لازم امشي دلوقتي. لا ما ينفعش تمشي يا وحده. ما انا مش هكمل الحلقه. لا احنا على الهوا. احنا على الهوا. وجوزك فضحك. عايز تمشي تروحي فين؟ فضحني. فضحني انا؟ انا اللي فضحني؟ هو اللي مفضوح بالبيجامه وهو مع واحده اهي. فضحني. حلو كده صح؟ حلو. حلو اللي انت حاططني فيه ده. هي عاجباك ومتجوزه ما تطلقني انا على ذمتك ليه؟ هي مش عاجباكي في ايه؟ يا عم عاجباك انت. هي مستفزه ومقرفه زيك. انت مقرف. طب اهدي. ما تنرفزنيش. متعصبه ليه؟ اهدي. هو ايه اللي متعصبه ليه انت؟ ايه الورود اللي انت فيه ده؟ اهدي انت شويه. بيقول لك عاجباه يا فاتن. اهدي مالك في ايه؟ انت ايه اللي مش عاجبك فيها غيره؟ عاجباك يعني حلوه؟ طلقني. شغاله والله. طب هي شغاله طلقني. انا معاك ليه؟ انت متجوزها وهي عاجباك وهي حلوه. انا معاك ليه؟ طب اقعدي بس. طب فاتن ناقصها ايه؟ ايه اللي ما لقيتوش فيها عشان تروح تتجوز عليها؟ يعني ايه اقعدي؟ اقعدي بس. اقعدي يا فاتن. يعني اقعدي يا فاتن بس. نفهم. مفيش حاجه خلاص. هو ايه اللي مفيش حاجه خلاص؟ مفيش حاجه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي وليكي. لا بالنسبه لك انت مش بالنسبه لي انا. طب اقعدي. لا مش هقعد. يا فاتن انت عملتي ايه؟ عايزه ايه؟ انت عايزه تعمل ايه؟ ما تهدي شويه. عايزه ايه انت؟ اتصرفي بسرعه. طب اقعدي بعد اذنك. مفيش جوابات دلوقتي. طب اقعدي. مفيش جوابات دلوقتي. مشكلتك فيها. طب اقعدي. مفيش جوابات دلوقتي. مفيش جوابات. فهميني. لا اله الا الله. انا لهوفه فرفوشه فاشونيستا. انت بتهزري وواحده ست زيك عندها مصيبه. اقول لك على حاجه يا فرفوشه. طب اقعدي خلاص. بعدوها عني عشان اضربها بجد. انت بتهزري وفي واحده ست زيك بالظبط عندها مصيبه. مفيش دعوه. خليكي في حالك. ايه يا فاتن؟ خليكي في حالك. انت مالك؟
ليه الموقف؟ حطي نفسك مكانها، ما تستفزنيش، خليكي حلوه، خليكي حلوه. انت مشكلتك فين؟ هو انت لما جوزك يقولك ابوكي مش مشكله عادي، ما تستفزنيش في المبدا اضربي. مشكلتك فين؟ والله يا راجل انت تبعد عني خالص بعد اللي انا شفته ده اصلا. لو عيني مشكلتك فين؟ بقولك ابعدي عني اضربي، مش ناقصاكي اصلا. استني اوعي، ده قلت لك ابعد عني، ابعد عني. اسكتي اسكتي وانت كفايه عليكم. مش هي شبك، هي شبك، خدي نفسك. هي لايقه عليك، هي لايقه عليك، هي لايقه عليك، هي لايقه عليك. واحده ست زي مصيبه. انت فاتن فاتن، هضربك والله فاتن، والله ما هضربك. سمعتي اغنيه عرفتي شو اجري؟ والله هضربك، هضربك، هضربك يا متخانه، يا متخانه. مفيش في حلو كده، انا شو اجري؟ اعمل كده، اعمل كده اللي انت عامله فيا، اعمل كده. جاي تهزقني في البرنامج، انا خلاص قدام الناس. انت شو اجري؟ حلو المنظر كده، ضغطت قدام الناس، حلو المنظر كده. مبسوطه ان انت عامله فيا. طلعني، لا ما تطلعش، ما تطلعها يا عم. ست عمر، ابعد عني. الدلوعه، الدلوعه. لا ما تعيطيش، ما تعيطيش، ما يستاهلش، ما يستاهلش. يروح راجل يجي 10، يا خاين يا مقرش، يروح راجل يجي 10. لا ما تعيطيش من النبي، يروح راجل يجي 10. لا خلاص 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 خلاص. بقول لك ايه، طب ممكن اقول لك حاجه بس ما تضربينيش؟ وحيات وحيات اغلى حاجه عندك، والنبي هقول لك حاجه بس ما تضربينيش. لا لا والله ما اقلب، لا اقسم بالله ما اقلب، بسم الله ما اقلب. انا والله العظيم ما اقلب، بصي دي بتعمل، والله ما اقلب، والله ما اقلب، والله ما اقلب، والله العظيم ما اقلب. اللي فيها يا ريم، عليك يا راجل، حرام عليك. بس تمام، انا موافقه. شكرا. موافق؟ زي يا باشا، زي يا باشا. كل سنه وانتم طيبين.